الآن مشاهدينا الكرام، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من ميسات. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء محافظ البنك المركزي طارق عامر، يؤكد أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا. بدء صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة المدارة من تداعيات فيروس كورونا. وتراجع الوفيات جراء كورونا في إسبانيا بتسجيل 288 حالة في 24 ساعة. وإليكم التفاصيل. عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤتمرا صحفيا بحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية. وخلال المؤتمر كشف مدبولي أن الحكومة طلبت من صندوق النقد الدولي دعما ماليا وفنيا لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا. الحقيقة حبينا أن احنا نبص لفترة زمنية للأمام وللمستقبل على الأقل لمدة سنة، ونضع بعض الخطوات الاستباقية والاحترازية. ماذا لو استمرت هذه الأزمة بتداعياتها الكبيرة؟ حضركم شايفين قطاع زي السياحة والطيران شبه توقف تام. كيف سيكون تأثير هذا الموضوع على الاقتصاد المصري وعلى يعني متحصلاتنا من النقد الأجنبي وخلافه؟ وهو ده اللي دعانا الحقيقة في خلال الأيام القليلة الماضية أن نطور النقاش مع الحقيقة صندوق النقد الدولي، ان احنا ايضا البرنامج الجديد او مقترح البرنامج التعاون الجديد ان يشمل ايضا جانب مالي جنبا الى جنب مع الدعم الفني. وهو ده يمكن الحقيقة اللي احنا كنا حابين النهاردة ان احنا نعلنه لحضراتكم، ان احنا يمكن الحمد لله الاقتصاد المصري قاطع يعني نجح في هذه الفترة في الصمود، وما زال قادر الحمد لله بفضل كل الإجراءات اللي الدولة اتخذتها في خلال الأربع سنوات الماضية على الصمود. والحمد لله ده يعني ظاهر في توافر السلع كلها، في عدم اهتزاز يعني أسواق النقد، ويعني كل التداعيات اللي احنا شفنا بعض الدول يعني عانت منها في خلال الفترة السابقة. احنا الحمد لله بكل الإجراءات اللي الدولة المصرية استطاعت انها تحققها في خلال الفترة الماضية احنا قادرين ان احنا الحمد لله نصمد. وخلال المؤتمر الصحفي طمأن محافظ البنك المركزي طارق عامر الشعب بأن قطاع البنوك في مصر قوي، وأن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لسنة وسنتين مقبلتين. استعدنا كويس على مدى السنوات اللي فاتت، وهذا الاستعداد الذي قمنا به من قبل على مدى السنوات اللي فاتت النهاردة نفعنا النهاردة. وأقدر أطمن الشعب إن احنا الحمد لله قطاع البنوك في مصر قوي، وقدر النهاردة يقوم بدور كبير قوي في الأزمة دي. يمكن في بلاد كتير يعني ما تمتعتش بهذه الميزات اللي تمتعت بها من البنوك المصرية، وده نتيجة إن احنا بنينا على مدى السنوات اللي فاتت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بشكل كبير. الحمد لله احنا على مدى سنوات بنينا رؤوس اموال البنوك من مبالغ ضعيفه 30 مليار، النهارده عندنا رؤوس اموال وموجودات بتساوي اكثر من 450 مليار جنيه. احنا بنينا مخصصات في البنوك بمبالغ مقابله. عندنا مبالغ سيوله في القطاع المصرفي بالاكثر من التريليون جنيه، فالحمد لله نساند القطاع الحكومي ونساند المواطنين بالنسبة للخدمات المصرفية والتمويل والادخار. فده الحمد لله كان نتيجة استباق الأحداث، وإن احنا بنحاول دايما إن احنا نفكر لقدام ولا ننتظر للأزمات إنها تأتينا بمفاجآت. فكان لدينا الذخيرة إن احنا قدرنا إن احنا نساعد السوق وندافع عنه في الفترة اللي فاتت بسبب أزمة كورونا العالمية. اما بالنسبه للوضع النقدي، هو طبعا نفس الشيء. الحكومه المصريه مع البنك المركزي
ومع مؤسسات دولية اتخذت إجراءات بإصلاحات اقتصادية ضخمة وكانت ناجحة للغاية وقد أشاد بها الجميع في الخارج، ولم يشيد بها بس الأسواق لكن الأسواق أتت إلينا والأموال أتت إلينا من كافة النواحي، وبالتالي فتحت أمامنا يعني مجالات للتمويل الدولي كبيرة. فالحمد لله يعني أصبح لدينا كاقتصاد مرونة في الحصول على التمويل الدولي من أجل أن احنا تعويض الخسائر في بعض القطاعات التي حدثت في مصر. طبعا ليس خفيان على أحد أن قطاع السياحة أصابته إصابة كبيرة في العالم كله، وبالتالي احنا بنرتب نفسنا بحيث أن احنا نعوض هذه الأموال بحيث دايما يكون في استقرار. فاحنا استباقا للتوقعات قدام بالنسبة لأثار هذا الوضع على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد المصري، الحمد لله برنامج الصندوق والصندوق النقد الدولي متحمس جدا انه لانه طبعا في مصداقيه كبيره للاقتصاد المصري والحكومه المصريه بسبب النجاح المتميز لهذا البرنامج مع الصندوق في العالم، وهذا برنامج لمده سنه فقط، ولكن نقدر ان احنا كمان نستفيد من تمويلات اخرى. فبالتالي احنا كاحتياطيات دوليه الحمد لله احتياطيات الدوليه تستطيع ان هي تتحمل صدمات هذه الازمه لسنه وسنتين للامام. أعلن مجلس الوزراء بدء صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة المدارة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. يأتي ذلك عبر منافذ الهيئة القومية للبريد من خلال 4000 مكتب على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 600 مدرسة تم تخصيصها كمنافذ صرف إضافية بهدف الحد من تكدسات المواطنين داخل مكاتب البريد. هذا واتفقت اللجنة المشكلة لتنظيم الصرف على إجراءات صرف المرحلة الثانية من المنحة والتي تبلغ قيمتها 500 جنيه بداية من اليوم وحتى 10 مايو، على أن ينضم إليها من تخلف عن الصرف خلال المرحلة الأولى. أكدت وزارة الصحة والسكان أن الحجر الصحي في المطارات والموانئ بذل جهدا كبيرا في الكشف عن فيروس كورونا بين القادمين من الخارج. ووضحت الوزارة أن الإدارة العامة للحجر الصحي بالمطارات والموانئ فحصت 500,000 مواطن قادم من الخارج، وذلك في الفترة من منتصف يناير الماضي وحتى تعليق الرحلات. في سياق متصل صرحت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم أن العالم تمر به ظروف استثنائية لم نرها من قبل، مؤكدة أن الدولة تبذل أقصى ما لديها لاستيعاب كافة الراغبين في العودة ولن تغلق الباب أمام أبنائها. وأضافت وزيرة الهجرة في تصريحات إعلامية أن جدول الرحلات مستمر وأن هناك تعليمات بتكثيف الرحلات لرجوع عدد كبير من العالقين في أسرع وقت، موضحة أن هناك جهد كبير تقوم به وزارة الطيران والسفارات المصرية بالخارج ووزارة الصحة لإجراء الكشف وتوفير المتابعة الصحية للعائدين. أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 288 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، وتعد هذه أدنى حصيلة وفيات بفيروس كورونا في إسبانيا منذ أكثر من شهر. والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز كان أعلن في وقت سابق أنه سيسمح للمواطنين بممارسة الرياضة الفردية والتنزه ابتداء من عطلة نهاية الأسبوع المقبل، في أحدث خطوة لتخفيف إجراءات الإغلاق في البلاد والتي تعتبر من بين الأقصى عالميا في مواجهة فيروس كورونا المستجد. حذر وزير خارجية الألماني هايكو ماس من الإسراع بإعادة فتح المقاصد السياحية قبل الأوان، ويأتي هذا تزامنا مع اعتقال عشرات المتظاهرين ضد إجراءات الحجر الصحي في برلين، وفي الوقت الذي تستعد فيه دول أوروبية للتخفيف من قيود العزل. هذا وأكد هايكو ماس أنه يتعين على أوروبا الاتفاق على مسار مشترك للعودة لحرية السفر والتنقل بعد القيود التي فرضت للحد من انتشار كورونا، متابعا أن السباق الأوروبي على من يسمح بحركة السياحة أولا سيؤدي لمخاطر غير مقبولة.
أعلنت الصين أن مستشفيات مدينة ووهان التي بدأت منها جائحة كورونا العالمية أصبحت خالية من أي حالة إصابة بالفيروس. وقال المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية في تصريحات صحفية أن آخر الأخبار هي أنه بحلول يوم 26 أبريل كان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ووهان صفر، مضيفا أن ذلك بفضل الجهود المشتركة لووهان والعاملين الطبيين من جميع أنحاء البلاد. والجدير بالذكر أن المدينة سجلت أكثر من 46 ألف حالة إصابة ووفاة 3869 شخصا. أعلنت رئيسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية في كوريا الجنوبية جونغ أون كيونغ أن فيروس كورونا المستجد عوض إصابة 263 شخصا بعد تماثلهم للشفاء التام. وقالت رئيسة مراكز مكافحة الأمراض أن نتائج الاختبارات المعملية لهؤلاء الأشخاص ظهرت إيجابية مرة أخرى، مضيفة أنه ربما كان هناك إعادة تنشيط للفيروس بين الناس وليس إعادة للعدوى، لأن الاختبارات كانت إيجابية بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحهم من مرافق العزل. كما أشارت إلى أنه لم يتأكد بعد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يمكن أن ينقلوا الفيروس مرة أخرى أم لا. أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 60 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهامبور بأن الإجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 90481 حالة بعد تسجيل 1153 إصابة جديدة. أعلنت الصحة الروسية عن تسجيل 6361 إصابة و66 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة الماضية. وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس أن إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 80949 حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 747 حالة وفاة. في سياق آخر، تلقى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لإزالة التعديات ومخالفات البناء. وأوضح شعراوي أن التقرير أشار إلى أن المحافظات نجحت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون منذ تكليفات رئيس الجمهورية، نجحت في إزالة 3049 حالة تعدي بالبناء على أراضي الدولة، واسترداد نحو 3,813,000 متر مربع، وأيضا إزالة 7,114 فدان بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بالزراعة بمختلف محافظات الجمهورية. واقتصاديا، سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب قوية لدى إغلاق تعاملات اليوم بداية تعاملات الأسبوع، وذلك وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات الصناديق الاستثمار العربية والمصرية على الأسهم في قطاعات السوق المختلفة. وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 9,500,000,000 جنيه، وربح مؤشر البورصة الرئيسية بنسبة 2.5%. وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.39%، وارتفع المؤشر المئوي الأوسع نطاقا بنسبة 2.29%. وفي الشأن العربي، قصفت طائرات حربية بريطانية مواقع لتنظيم داعش الإرهابي جنوبي كركوك. وذكرت مصادر إعلامية عراقية أن هذه الغارة تعد الأولى ضد التنظيم منذ الضربة الجوية البريطانية في سبتمبر الماضي، وتأتي كجزء من حملة التحالف الدولي
حيث تم استهداف مجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي بعد هجومهم على قوات عراقية جنوبي كركوك. وإلى الأحوال الجوية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد غدا استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، ليسود مناخ مائل إلى الحرارة نهارا بارد ليلا على معظم أنحاء الجمهورية. وإليكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة والعظمى غدا. القاهرة 16-28، وادي النطرون 15-31، الإسكندرية 15-25، مطروح 15-23، طنطا 16-27، المنصورة 13-31، دمياط 17-24، بورسعيد 17-28، الإسماعيلية 15-30، السويس 15-30، سانت كاترين 13-25، شرم الشيخ 20-30، الغردقة 19-30، المنيا 17-31، أسيوط 18-31، سوهاج 20-32، قنا 21-33، الأقصر 22-33، أسوان 21-35، شلاتين 22-30، وأما حلايب 20-28. نهاية جولتنا الإخبارية، وإليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من أنباء. خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء محافظ البنك المركزي طارق عامر، يؤكد أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا. بدء صرف المرحلة الثانية من منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة المضارة من تداعيات فيروس كورونا. وتراجع الوفيات جراء كورونا في إسبانيا بتسجيل 288 حالة في 24 ساعة. نهاية النشرة، نشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء في نشرة جديدة.